السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الأحوال يا شباب؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم بخير إن شاء الله. طيب إحنا النهاردة هنبدأ بأول شابتر عندنا في الكتاب بتاعنا اللي هو أو أو بي سي بلس بلس. أول شابتر عندنا اسمه Introduction to سي بلس بلس، وزي ما إحنا كنا بنقول إن إحنا هناخد صفحتين بس كل يوم، على أساس إن إحنا هنخلص الكتاب ده إن شاء الله في 6 شهور. وافتكروا إن أنا الكتاب ده أنا بذاكره معاكم، يعني أنا مش ما قرأتهوش قبل كده مثلا، ممكن أكون مثلا قرأت مثلا كنوع من التحضير، ولكن أنا بقرأه معاكم يعني، وهو فعلا عاجبني يعني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده الكونتنت بتاعنا هيكون ايه؟ هيكون عبارة عن وان عبارة عن introduction، وبعدين هناخد حاجة اسمها characters used in C++، وبعدين هنبدأ في البيزك داتا تايبس، وكلمة continued دي معناها ان احنا هنكمل عليها، لأن هي يعني زيادة عن الصفحتين، فاحنا هنقف عند حتة الصفحتين وهنكملها بعد كده المرة الجاية إن شاء الله. طيب خلينا نفتح الكتاب. قبل ما نفتح الكتاب أنا بحب أجهز الانفايرمنت بتاعتي، فتعالى كده إن إحنا إيه نبدأ نعمل. أنا هشتغل على فيجوال ستوديو 2019 لأن هو فيه حاجات حلوة من الديبوجينج وكده، أو أنا بستريح فيه يعني، تمام؟ طيب وأنتوا براحتكم تشتغلوا على أي حاجة، بس فيجوال ستوديو 19 جميل يعني. طيب أول حاجة أنا عايز دلوقتي أكريت نيو بروجكت، ماشي؟ empty project عبارة عن سي بلس بلس وويندوز، ايوه. وبعدين مثلا هسميه، هحطه في الفايل اللي انا عايزه، ده الفايل اللي انا عايزه، هسميه مثلا سميه مين مثلا. وبعدين هدوس كرييت. اوكي فهو بدأ يفتح لي حاجات، فانا دلوقتي مثلا هروح دايس على sources، ان انا هعمل add new item، انا عايز سي بلس بلس فايل، هسمي الفايل ده اسمه مين، وبعدين هبدأ اكتب شوية كود علشان نعمل اول حاجه، وهو بس ان احنا نشغل كده ايه ابلكيشن بسيط من هلو وورلد، ماشي؟ نتاكد بس ان ايه الانفايرمنت بتاعتنا شغاله، ومش شرط احنا ممكن ما نحتاجوش يعني، ولكن هو ايه احنا بس بنتاكد ان الانفايرمنت بتاعتنا شغاله. طيب هيطلع لي الكونسول بتاعي، هيقول لي هلو وورلد، يبقى انا كده تمام خلاص، يبقى انا كده ظبطت الانفايرمنت بتاعتي. نرجع للبي دي اف نبدا نقرا بقى. طيب هو بيقول لك يا سيدي انترودكشن، بيقول لك ال C programming language was created as a structure programming tool for writing large and complex system programs such as operating systems. يبقى ال C بيتكتب بيها operating systems، وهي يعني عملوا لها creation ك structured programming tool أو structured programming language، وهنفهم قدام إيه الفرق ما بين ال structured programming وال OOP. No wonder that in 1973 Unix operating system was developed using C. The software developers liked C because of its characteristics such as speed, compactness, and ability to hear to harness the power of the hardware through the low level features. احنا عارفين ان لغة السي عموما لغة قوية قوي، ان هي بتعرف تتكلم الهاردوير بسرعة، فهو ده كان بالنسبة لهم ساعتها في 1973 حاجة يعني ايه قوية جدا، ان احنا عندنا لغة الى حد ما سهلة، وبتعرف ان هي تتحكم في حاجات الهاردوير بسهولة، فده كويس قوي يعني. طيب واحد اسمه نيكلاوس وورث has defined that the program is composed of two components algorithms and data structure as given below. ده بقى جزء مهم جدا، عشان حتى كده بيقول لك ايه اما تيجي تتعلم برمجة تتعلم ايه لازم تبقى معاك algorithm و data structure، يقول لك كده. والفكر ده تقريبا طالع من الحتة دي يعني، انا اتوقع ان الفكر طالع من الحتة دي، ان فكره انه بيقول لك عشان تعمل بروجرام محتاج ان انت تعمل يعني البروجرام ده بيتعمل من مجموعه من الداتا ومجموعه من الفانكشناليتي على الداتا، الفانكشناليتي اللي على الداتا دي اسمها الجوريزمز. حلو الكلام؟ يبقى مجموعه من الخطوات ومجموعه من البيانات، هتروح ماسك البيانات تعمل عليها شويه خطوات تروح مطلع برنامج، وهو ده التعريف فعلا. فانت محتاج تدرس الجوريزمز، محتاج تدرس داتا ستراكشرز. Thus, there can be two approaches toward the development of software. To develop programs either centered around functions or with an emphasis given to data. The structure أو ال top down أو ال modular programming was focused on functions with less importance given to the associated data. طيب كل الكلام ده معناه إيه؟ بيقول لك إن هو دلوقتي إحنا عندنا طريقين إن إحنا نمشي فيهم. أول طريق وهو اللي اتكلم عنه إن إحنا نعمل الابلكيشن بتاعنا بيزد على الفانكشناليتي، او نكون ان احنا اللي مهتمين بيه هو الفانكشناليتي وفوق الداتا، يعني انت لا تهتم بالداتا قوي لا تهتم بالفانكشن قوي، فهو اختار ان هو هيهتم بالفانكشن قوي. فده طلع اسمه ايه؟ اسمه ستراكشر بروجرامنج. يبقى الاستراكشر بروجرامنج
مهتم اكتر بالالجوريزمز ولا او بالفانكشنز، يعني الالجوريزمز هتلاقيها هي الفانكشنز، ولا بالداتا؟ لا، مهتم بالفانكشنز، يبقى الاستراكشر بروجرامنج مهتم بالفانكشنز. بيقول لك اون ذا كونتراري، اوبجكت اورينتد بروجرامنج بارادايم ديفلوبد ان في الستينات فوكسد اون داتا انستيد اوف فانكشنز. يبقى عندنا حاجه اسمها ستراكشر بروجرامنج، وعندنا حاجه اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامنج. واحده ركزت على اللي هي الستراكشر، ركزت على الفانكشنز، والاوبجكت اورينتد بروجرامنج ركزت على الداتا. بيقول لك سينيولا، ودي لغه برمجه، was the first object oriented programming language developed in 60s. It was followed by small talk في السبعينات. حلو قوي. يبقى في الستينات وفي السبعينات عملوا اول لغات برمجه بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج. يعني امهات الاوبجكت اورينتد بروجرامنج لانجويجز هي سينجلا وسمول توك. طيب في الثمانينات ذا كومبيوتنج وورد جرو ات تريمندس ريت اند ذا نيد فور ثاوزندز اوف سيستم بروجرامز ووز فيلت. يبقى هو كان في الثمانينات بيقول لك ان هو بدانا ان احنا نحتاج ابلكيشنز كتيره جدا وسيستمز كتيره جدا. وير از ذا نمبر اوف هارد كور سي بروجرامز هو كود رايت اند مانج لارج اند كومبلكس بروجرامز ووز هوبليسلي ليس. بيقول لك في الاخر بقى السي لانجوج ما قدرتش ان هي تعمل اللارج والكومبلكس بروجرامز دي. فبيقول لك it was found that the structured programming itself had flaws and limitations as there was no inherent support for code reusability والsharing والextensibility. reusability ان هو اعاده الاستخدام، sharing ان انت تشيره مع حد تاني، extensibility اللي هي extension جاي من كلمه extension ان انت قابل للتمدد. فبيقول لك ان السي كان بيستخدم الاستراكشر بروجرامنج، والاستراكشر بروجرامنج طلع فيه عيوب ان هو مش بيعرف يعمل الريوزابيلتي والشيرنج وفكره التمدد لما كان فيه علشان يمانج لارج وكومبلكس بروجرامز. حلو كده. يبقى السي ضعيف في الحته دي. therefore it becomes necessary to develop a new programming language that could support fast development of extremely large, complex and extendable software. يبقى هو احنا عايزين دلوقتي الحاجه، عندنا حاجه ان احنا عايزين نعمل لغه برمجه علشان تديفلوب اللارج والكومبلكس والحاجه القابله للتمدد، يعني سوفت وير قابل للتمدد. فبيقول لك ان في واحد اسمه ايا كان اسمه جارني ايا كان created سي بلس بلس on the principles of object oriented programming. it supported much required features such as code reusability, extensibility, sharing, variety of polymorphism. هنفهم الكلمات دي بعدين زي كلمة polymorphism. obviously it was quickly adapted by programs mainly because of its support of inheritance. يبقى بيقول لك ان هو كان عندها حاجة قوية قوي اسمها inheritance، ودي برضو هناخدها بعدين. هي فكرة الانهيرتنس من الآخر إن الابن في حاجة اسمها ابن وأب، هنفهمهم بعدين. بس عندك إن الابن بيرث الحاجات بتاعة الأب من فكرة المهارات بتاعته، يبقى الابن بيرث مهارات الأب، هو ده فكرة الانهيرتنس. بيقول لك a comparison of various programming paradigms is provided in chapter 2. It may be noted that in addition to the object-oriented programming features, almost all the procedural programming features are available in C++. يبقى بيقول لك for instance C++ support basic data types, integer وfloat وcharacter كذا, control structure, pointers وfile. therefore to start with non-object-oriented features of C++ are discussed in the following sections. من الآخر بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن إحنا دلوقتي كان عندنا حاجة اسمها C وC++. السي كانت كل الكلام اللي فات ده بيقول لك إيه؟ إن السي كانت بتدعم الاستراكشر بروجرامنج، والاستراكشر بروجرامنج هي فكره ان هم مركزين على الفانكشنز اكتر من الداتا. الناحيه الثانيه السي بلس بلس لغه اتبنت على اساس الاو او بي، وهي لغه بتستخدم او بتهتم اكتر بالداتا عن الفانكشنز، ولكن الاثنين فيهم فانكشنز وداتا، ولكن فكره انت بتهتم بمين اكتر. هل السي بلس بلس مش ما فيهاش ستراكشر بروجرامنج؟ لا، بيقول لك حتى السي بلس بلس فيها الاثنين، فيها ستراكشر بروجرامنج لو انت عايز تكتب كده اكتب، وفيها الاو او بي، لكن السي ما فيهاش الاو او بي. وده ساعتها تبدا تقول ان السي بلس بلس هي عباره عن سي زائد الاو او بي. بالظبط كده. يبقى السي بلس بلس هي عباره عن السي زائد الاو او بي. يعني انت لو خدت السي بلس بلس وشلت منها الاو او بي هتبقى شبه السي جدا، بس هو ده اللي بيقوله. طيب ندخل على الشابتر اللي بعده. بيقول لك ذا سيت اوف كاركتر. لو انت عايز مثلا تفهم اكتر الفكره بتاعه السي والسي بلس بلس وكده، انا هجيب لك دلوقتي ويب سايت. ممكن تكتب مثلا على جيكس فور جيكس، تجيب مثلا الديفرنت بتوين السي
والسي بلس بلس لانجوجز. هتلاقي مثلا ممكن يجيب لك مثلا جدول مثلا كده يبدا يقول لك بقى ايه، والله بص السي مش بتسبورت البوليمورفيزم، هنعرف الحاجات دي بعدين، دي حاجات كلها خاصه بالاو بي. بيقول لك سي بلس بلس از ا سوبر سيت اوف سي، يعني ايه؟ يعني سي بلس بلس جواها سي اصلا. اوكي بيقول لك سي بلس بلس هايبريد لانجوج بيكوز سي بلس بلس كذا، داتا از هيدن، داتا اند فانكشن ار انكابسوليتد توجذر. ده مثلا موضوع مهم جدا، بيقول لك ان الداتا والفانكشنز محطوطين في حاجه واحده اسمها اوبجكت في السي بلس بلس، ولكن الداتا والفانكشنز هم سيبريتد في السي، عشان هي بروسيجرال او ستراكشرد بروجرامينج لانجوج، ان انت الداتا والفانكشن مش مرتبطين مع بعض. لا ده انت عندك داتا، عندك فانكشن، الفانكشن دي بتبدا ان هي تدخل لها انبوتس، هي مالهاش دعوه ايه الانبوتس اللي داخله وتشتغل. لا الناحيه الثانيه السي بلس بلس عنده حاجه اسمها اوبجكت، او ممكن انت تكتب برنامج يكون عنده حاجه اسمها اوبجكت، الاوبجكت ده بيكون ليه شويه بيانات ويكون ليه شويه افعال، فهيبدا يعمل حاجتين مع بعض، وهي دي فكره الانكابسوليتد. الكلام ده هندرسه بالتفصيل بالتفصيل قدام. اوكي وشويه كده ايه يعني ايه فروقات ما بين السي والسي بلس بلس، بس مش عايز الفيديوهات تطول، ماشي ان شاء الله مش هنقعد وقت طويل. بيقول لك ذا سيت اوف كاركترز الاولد ان سي بلس بلس كونسيست اوف الفابتس ديجيتس وسبيشال كاركترز. بيقول لك ان انت دلوقتي عندك في حاجه اسمها كاركتر، احنا عارفين لو انت مثلا خدت برمجه قبل كده في حاجه اسمها كاركتر. الكاركتر ده هو زي الحروف A والبي والسي لحد الواي والزد، وفي ارقام زي الزيرو لحد تسعه مثلا، وفي السبيشال كاركترز دول كلهم كده اسمهم سبيشال كاركترز. يبقى احنا عرفنا ان في حاجه اسمها كاركتر، والكاركتر ده اللي هو عباره عن الفابتس اللي هو عباره عن ديجيتس اللي هو عباره عن سبيشال كاركترز، والكاركتر ده هنمسكه علشان هنعمل بيه حاجه قدام. جميل. طيب بيقول لك في حاجه اسمها البيزك داتا تايبس. البيزك داتا تايبس ده اللي هو ايه هي نوع البيانات اللي انت هتستخدمها في الابلكيشن بتاعك او في البروجرام بتاعك. بيقول لك كل بروجرام سبيسيفايز ا سيت اوف اوبريشنز تو بي كاريد اوت اون سام داتا ان بارتيكولار سيكونس. The data can be of many types such as numbers, characters, booleans. In fact, a data type defines the range of values and the set of operations that could be applied on that type of data. ماشي. فبيقول لك في الاخر ان ايه عندنا شويه مجموعه من الداتا. The range of values allowed for data type depends upon the number bytes allocated for its storage by the system. For example, one byte for allocation allows value ranging كذا كذا. يعني سيبك من الحاجات دي، مش حاسس ان انا مش حاسس ان انت انا مش حاسس ان انت هتحتاجها دلوقتي. احنا محتاجين دلوقتي نعرف ان البيزك داتا تايب هو عباره عن انتجر، فلوت، كاركتر، وفويد. دول الاربعه الاساسيين اللي هنبدا نكتب بيهم ابلكيشن. طيب الانتجر ايه هو الانتجر؟ بيقول لك هو هول نمبر من غير ديسيمال بوينت، زي الارقام اللي انت بتستخدمها في العد، بس هو فيها نيجاتيف وبوزيتيف. يعني لو فتحنا فيجوال ستوديو، فاحنا لو كتبنا مثلا انت اكس بي ايكوال، ممكن نكتب 10، وممكن نكتب مثلا انت واي بي ايكوال سالب 500، ايا كان. ماشي. فانت دي كده الانتجر، ان هو بيقبل رقم بوزيتيف وبيقبل رقم نيجاتيف. طيب اللي بعدها فلوتنج بوينت، بيقول لك الفلوتنج نمبر ده عنده ديسيمال بوينت، فانت ممكن تكتب الفلوت كده، تقول مثلا فلوت زد مثلا ايكوال 1.5 كده مثلا، صح؟ ممكن تقول فلوت بي ايكوال 1.0، ممكن تعمل كده، يعني ممكن تعمل كده وممكن تعمل كده، اهو الاثنين قبلهم يعني. اوكي يبقى ده ديسيمال بوينت وده مش ديسيمال بوينت. طيب لو في يوم من الايام قال لك ايه، قال لك انتوا المفروض انتوا عارفين الكلام ده كله، يعني احنا هندخل في الاو بي، ولكن هي مراجعه سريعه على السي بلس بلس يعني. طيب حاجة تانية اسمها الكاركترز اللي احنا قلنا عليها قدام. فبيقول لك ان الكاركتر ده فاكرين كان ممكن يكون ايه؟ احنا بقى عايزين نمسح الحاجات دي. فاكرين الكاركتر كان ممكن يكون ايه؟ كان ممكن يكون لتر، صح؟ وكان ممكن يكون رقم، وكان ممكن يكون سبيشال كاركتر، صح كده؟ يبقى كان ممكن يكون حاجة من الثلاثة دول، ماشي. فده الكاركتر. وبيقول لك void. void ده عباره عن special type represent an empty set of different data types. يبقى ال void ده هو حاجه فاضيه. وبيقول لك no object can be defined of type void at this moment is not worthwhile to discuss more on this data type. we shall discuss more on this type later in book. ماشي. فبيقول لك ان انت يعني هو special type وانت ما ينفعش ان انت تعمله اصلا. يعني انا لو كتبت void x مثلا، ما اظنش ان هو، يعني اظن ان هو هيقول لي ايرور بالظبط، هيقول لي ما فيش حاجه اسمها فويد، او انت بتقول لي هو امتي وبعدين تدي له
تدي له رقم، فهو بيقول لك incompatible type، يعني انت ما ينفعش تعمل لي variable اسمه void، ولكن ممكن تعمل function اسمها void، وده هنبقى ناخده ايه؟ هناخده بعدين. طيب حتى الان احنا كده خلصنا الحمد لله الصفحتين اللي عندنا النهارده، اتمنى الفيديو ما يكونش طويل. انا بس عايز اكد على شويه حاجات حسيتها وانا بشرح، اولا وهو ان البلاي ليست دي كلها هي خاصه بان حد خد سي بلس بلس قبل كده حتى لو بشكل صغير، وجاي يراجع وياكد عليها وعايز يدخل في الاو او بي، عشان كده الكورس بتاعنا حتى اسمه ايه؟ اسمه او او بي وذ سي بلس بلس. بس احنا في البدايه لازم نراجع على الحاجات دي، لازم ناخد تاريخ الاو او بي، ولازم ناخد ايه الفرق ما بين السي والسي بلس بلس، وليه السي بلس بلس بتدعم الاو او بي، وبعدين ناخد الانترودكشن تو سي بلس بلس، وبعدين نمشي في الشباتر ونعرف اللي هي الداتا تايب موديفايرز، محتاجين نعرف الحاجات دي كلها كنوع من المراجعه. فلو انت حاسس ان انا مثلا سريع، او ان انا بتكلم ايه ده، يعني ايه انتجر، يعني ايه فلوت، يعني ايه كاركتر، وحاسس ان الدنيا سريعه، لا وقف، ده مش مكانك، روح خد كورس سي بلس بلس، او اسمع بلاي ليست عن ايه هي اصلا البرمجه والسي بلس بلس، وبعدين بعد ما تعرف السنتكس، بعد ما تعرف تكتب برامج، تعالى عشان هنتعلم الاو بي، هنراجع الاول على سي بلس بلس وبعدين هنتعلم الاو بي. بس كده، شكرا جزيلا، واللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.